بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning, my dear students. Today we are going to talk about exercise 8 in the student book, page 19. In exercise 8, let's look at it. Write a report about health facilities. Health facilities اللي هي المرافق الصحية in your area. Remember to include a title and supply factual information. Write about 200 words. طبعا زي ما انت شايفيته free writing هو موضوع كتابة حرة، يعني موضوع انك تكتبي report عن الهيلث فاسيليتيز، اوكي؟ لكن اللي موجود عندي هنا كمان ما هو يعني هاي بدك تضمنيها من خلال كتابتك، لكن احنا اللي موجود هنا وبيجيك عليه اسئله واسئله ضع دائره مهم اللي موجود هون اللي هي writing skills اللي هي مهارات الكتابه. معطيني useful language for reports. Useful language for reports اللي هي اللغه مفيده يعني او تعبيرات لغويه مفيده لكتابه الريبورت. انا ايش اللي بدي اياه منهم؟ هدول اسمهم useful language، اسمهم language functions، اسمهم وظائف لغوية. يا ريت تكتبي لي هيك عنوان فوقيهم language functions، وظائف لغوية. وظائف اللغوية لإيش هون عنا؟ للريبورت. انتبهي، الوظائف اللغوية هاي للريبورت، يعني التعبيرات والمصطلحات اللي راح نحكي عنها هي إشي بخص الريبورت، أوكي؟ شو اللي بدي إياه منهم؟ معطيني في الانترودكشن إيش الإشي اللي بكتبه؟ في reporting information المعلومات يعني المنقولة أو الإشي اللي بدي أكتبه في الريبورت، conclusion و recommendations. Let's look at them. يلا نبلش فيهم واحدة واحدة. بالintroduction في المقدمة. You can begin the introduction of the report with the aim of this report is to. وبتكون عندك جملة كاملة طبعا وبكون حاطط لك شحطة تحت هاي. يوم يجي يحكي لك the aim of this report is to، معناها الهدف من هذا التقرير هو كذا كذا، ماشي؟ هسا where can you find، هاي السؤال بيجيكي where can you find this statement، هاي العبارة وين ممكن تلاقيها في الريبورت؟ بعطيك خيارات introduction ولا reporting information ولا conclusion ولا recommendations، عرفتي؟ فبدك تكوني عارفة العبارة وين موجودة، وين بنكتبها في الريبورت. هاي جدا مهم النقطة، وهاي شغل ضع دائرة وكثير زمان تكررت بأسئلة الوزارة، ماشي؟ إذا the aim of this report is، وين بنلاقيها؟ في الانترودكشن، ماشي؟ لأنها بتعطيني الهدف من الموضوع. كمان عبارة ثانية this report examines، هذا التقرير يختبر كذا أو يفحص كذا، برضو نفس الإشي بدك تحفظي إنه هاي العبارة وين موجودة؟ في الانترودكشن. In this report بكون معطيكي شغلة مثلا health facilities will be examined، أوكي؟ يعني معطيني العبارة هاي نفسها بس معطيني إياها بصيغة الباسيف. In this report health facilities will be examined، في هذا التقرير المرافق الصحية سوف يتم التطرق لها أو فحصها أو اختبارها، اوكي؟ فإذا ثلاث عبارات معطيني اياها، والثلاث عبارات هاي وين بتلاقيها؟ في الانترودكشن، اوكي؟ Let's look at reporting information، نقل المعلومات. هسا في عنا عبارات يعني هي ممكن نيجي نحكي لك عنها انها اشي مش انها نفس العبارات، لكن في تعبيرات ممكن تلاقيها. There are more than، وبكون بعطيني شغلة well equipped health centers in Jordan for example. There are more than 50 or 500 مثلا، اي رقم ممكن يعطيك اياه، والequipped health centers in Jordan. هسا more than اكثر من، وبعطيني number. لما يجي يعطيني ارقام، اذا متذكري يوم ما حكينا عن الريبورت حكينا it gives statistics and numbers، it gives figures، بعطيني ارقام وقيم واحصائيات، ماشي؟ وين بنلاقيها هاي الارقام والاحصائيات كلياتها؟ في reporting information، أوكي؟ في نقل المعلومات، ماشي؟ فإذا لما يجي يحكي لك there are more than for example 500 well equipped health centers in Jordan where can you find this، بنعرفها من الرقم اللي هي in reporting information. almost three quarters، إيش هاي three quarters؟ هاي كمان fraction، كسر. لما يكون يحكي لي three quarters half مثلا، two quarters 3/4،
عرفتي كيف؟ فإذا لما يجي يعطيني كسر فراكشن هذا بكون موجود في reporting information of the population are regular users of مثلا internet. The number of has declined. شايفيت لي has declined انخفض أو increased ازداد عدد معين انخفض أو ازداد بغض النظر شو هو العدد. لما يجي يحكي لك عدد أو رقم معين declined أو increased number of something has declined or increased ازداد أو نقص رقم معين هاي وين بلاقيها في reporting information. أوكي طبعا هدول بكون في الانفورماتيف باراجرافز في الفقرات مش في الانترودكشن ولا في الكونكلوجن. أوكي كمان نرجع نطلع كمان إذا متذكرين كنا نحكي عن الريبورت في عندي انترودكشن في عندي ريبورتينج انفورميشن إذا متذكرين كان عندي باراجرافز والباراجرافز هاي كان فيها كان إلها سب هيدنجز إذا متذكرين هيهم كان عندي هيهم طبعا reporting information كانت هون وهون وهون في الparagraphs هاي A, B, C هاي هي اللي أعطتني reporting information وكان إلها subheadings إذا متذكرين. Let's return back to the conclusion or recommendations. طبعا هو جميع الأيام الثنتين مع بعض conclusion خاتمة recommendations توصيات أو نصائح. عادة الreports بيكون فيها recommendations بيكون فيها توصيات يعني بيكون في عنا one problem في عنا مشكلة معينة مثلا وبعطوك عليها recommendations. أوكي هسا الconclusion سواء حكى لي conclusion أو recommendations يعني مع إنه يعني كل واحد الحال بس هو حاط لك إياهم في بند واحد سواء هاي أو هاي. It appears that يظهر أنه It appears that دائما بنستخدمها لما نيجي نحكي لك الـ result of something نتيجة شيء معين أو أجي أحكي لك result of the findings result of the research عرفتي نتيجة بحث نتائج معينة بدي أحكي عنها فبحكي لك It appears that يظهر أنه من الأشياء اللي كانت مسبقا This results in results in بعطيني result نتيجة ينتج عنه. It is recommended that زي ما انت شايفة recommended that recommendations وعادة هي بتكون في الconclusion يعني عشانك حطينا بند واحد ينصح بكذا. The best course of action would be to هاي اسلوب ثاني to give recommendation حتى اني انصح حدا معين افضل طريقة لعمل شيء معين هي كذا عرفتي كيف؟ فهاي العبارات وين ممكن تلاقيها في الconclusion or recommendations بكون حاط لك واحد فيهم الثنتين. أوكي مع إنه هي فعلياً it appears that this results in بالconclusion وهذول الثنتين للrecommendations لكن لو جاب ما دام حطهم مع بند واحد فإذا لو حط لك conclusion أو recommendations خلص هاي أيوة عبارة فيهم. أوكي في عندي جزء ثاني من 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 هنا this lesson من هذا الدرس موجود عندك page 72 بالactivity book page 72 بالactivity book أعطاكي unit 2 sample report 1 أعطاكي نموذج لريبورت بتعرفي أنت يمكن أخذنا لما أخذنا health in Jordan بتعرفي لي نموذج الريبورت في عندي title عنوان حط لي هنا participation in the arts in London England مساهمة في الفنون في لندن England. أوكي معطيني introduction وهذا الحكي اللي انت بتعرفيه لازم نبدأ بالintroduction نكتب كلمة introduction بالنهاية كان معطيني بالhealth in Jordan آخر إشي كان معطيني conclusion هون أعطاني recommendations وحكيت لك هون عدهم يعني على نفس الإشي يعني سواء recommendations أو حط لي conclusion الconclusion بتعطيكي مختصر يعني بتعطيكي نتيجة بتختصر لك كل المعلومات اللي حكاها وبتعطي نتائج recommendations بتعطيكي توصيات. أوكي هسا خلينا نشوف الانفورماتيف paragraphs الفقرات اللي اعطتني معلومات اللي حكينا هاي بتعطيني reporting information اعطاني current situation يعني العنوان اللي انا بدي اياه هو حكى لي عن الوضع الحالي بالنسبه للفنون واعطاني factors preventing fuller participation اعطاني كمان عنوان في عندهم عوامل تمنع مشاركه الناس بالفنون ماشي بغض النظر شو هو نفسه
احنا ما بدنا نحكي عنه كفري رايتنج، انا بدي اعطيكي ايش ممكن يجيكي في ضع دائره. هدول اللي هون مهمات بدك تنتبهي لهم. اول اشي حكى لي عن التايتل، كيب ات كونسايز اند انفورماتيف. لما بنحط تايتل وي شود كيب ات كونسايز، الاشي اللي لازم نعمله مختصر اللي هو التايتل، اند انفورماتيف معبر. اوكي مختصر ومعبر. في عندك انفورميشن introduction، سوري introduction المقدمة. الانترودكشن جدا مهم تعرفي ايش بتعطيني الانترودكشن. explain what information your report will include okay or gives the purpose of the report، بتشرح لي ايش المعلومات اللي بتعطيني اياها الريبورت، ماذا يتضمن الريبورت. او زي ما كان حكي لك هون، اطلع العبارات اللي اعطتني اياها. هذا ايم اللي اعطاني اياها، هذا ايم اوف ذس ريبورت از ذا ريبورت اكزامينز. فاذا هو ايش بعطيني ايم اور بيربوس اوف ذا ريبورت، الهدف او الغرض من الريبورت. اوكي هسه تو اور ثري سنتنسز ار انف، يعني للي بده يكتب ريبورت جملتين او ثلاثه كافيات، بس هاي بتهمني انا انه بعطيني وات انفورميشن يور your report will include، او ممكن يحكي لك the purpose of the report او the aim of the report. وين هذا الحكي موجود؟ في الانترودكشن. informative paragraphs اللي هي الفقرات المعبره اللي بتعطيني معلومات، بحكي لك use sub headings جدا مهمه. وين بنستخدم السب هيدنجز؟ في الانفورماتيف paragraphs، في الفقرات اللي بتعطيني معلومات. ما بستخدمها ماشي انا بحكي لك في الانترودكشن والريكومنديشنز او الكونكلوجن، في عندي انا عناوين، بس هاي عناوين معروفه المقدمه وخاتمه، لكن هاي العناوين الفرعيه بتكون موجوده عندي في الانفورماتيف paragraphs. use sub headings، استخدمي عناوين فرعية. cite percentages and fractions according to research، هسا استشهدي بنسب مئوية وبكسور، figures numbers. do not write your own opinion، it's very important not to write your opinions، أبدا مش لازم تكتبي رأيك في الريبورت لأنه formal، فكيف أنت بتعطي رأيك فيه. recommendations or conclusions، هسا recommendations التوصيات، بحكي لك sum up your findings يعني لخصي النتائج اللي طلعت معاكي، and suggest next steps واقترحي الخطوات القادمة. زي ما ايش عمل في الهيث ان جوردن، اعطاني he summarized the information and gave me what will happen in the next step. use bullet points to illustrate separate points، حكالي خاصة في recommendations بنستخدم bullet points، التعداد النقطي وليس الرقمي، النقطي. اوكي to illustrate separate points، حتى نشرح نقاط منفصلة ونعطي recommendations نقاط منفصلة. اوكي that's it، انا اللي اعطيتك اياه الاشي اللي بهمك في ال multiple choice، في ضع دائرة. اوكي let's look at this worksheet، حطيت لك انا ورقة العمل هاي، خلينا نشوف كيف ممكن نحلها او انماط الاسئلة، يعني بس تتعرفي على انماط الاسئلة اللي بده يجي على هذا الدرس. Number one, the statement, the aim of this report is to. هاي الهدف من هاي العبارة appears in a report in the، تظهر في التقرير. وين هاي العبارة تظهر؟ وين في الريبورت؟ In the introduction or in the conclusion or the first subheading or the second subheading، اللي هي حكينا إيه، اللي هي the aim of this of this report is to، حكينا it appears in report، تظهر في report في المقدمة. the aim of the conclusion، طلع الهدف من conclusion is to introduce the main idea of the report، conclusion الخاتم، انتبهي introduce the main idea of the report، تعطيني الفكرة الرئيسية من الريبورت. ولا give future information not mentioned in the body، ولا بتعطيني معلومات ما ذكرت في الشرح، معلومات مستقبلية ما ذكرت في الشرح. summarize the main points of and comment on them، بتلخص
النقاط الرئيسية وبتعلق عليهم، ولا leave the space for the reader to judge the writer's point of view، ولا بتترك للقارئ يعني مساحة فارغة حتى إنه يعبر عن رأيه. أكيد the conclusion summarizes the aim the main points، بتلخص النقاط الرئيسية. دائما اتذكري conclusion summarize، طلعي شو حكى لك هون، انتبهي sum up your findings، تلخص نتائج. اوكي، وكمان حتى هون لما اجى اعطاك اياها حكى لك it appears that، انا حكيت لك هون it appears that بتعطيكي نتيجة شغلة، وهون result، وهون it's recommended that. Number three. In which part of the report can you find these numbers and statistics؟ وين بتلاقي الأرقام والstatistics الإحصائيات؟ Introduction في المقدمة، ولا reporting information، ولا conclusion، ولا subheading؟ Yes، reporting information في نقل المعلومات. أوكي؟ أكيد هاي مقدمة وهاي خاتمة وهاي صب هيدنج عنوان، مش معقول أجي أحكي لك إني بدي ألاقيهم فيه. برجع بعيد لك السؤال اللي عدته اللي حكيته بالأول بصيغة ثانية ممكن. The aim of this report is to provide information concerning participation in the arts in London, England. هاي حطيت لك إياها في جملة. In which part of the report can you find the underlined piece of information؟ دائما ذكر in which part of the report، في أي جزء من التقرير بتلاقي هاي، بتلاقيها وين؟ طبعا which part of the report تجيك عن أي عبارة من اللي موجودات هون، يعني هاي in which part of the report you can find it in the introduction، هنا هاي the statistics والnumbers والfigures، in which part of the report can you find them والfractions مثلا in reporting information، هنا it appears that this results in it is recommended that، in which part of the report can you find it in conclusion or recommendations. عرفتي كيف؟ فهنا the aim of the report of this report is to when لقيها in the introduction. Okay, that's it. Thank you very much.